هاتفيا ينضم الينا من الحديده دكتور حسن الطاهر محافظ الحديده. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، سعد الله صباحك. اذا مزيد من التفاصيل طبعا مع حضرتك عن انسحاب الميليشيات الحوثيه طبعا تحت الاشراف الاممي من الموانئ الثلاثه الاستراتيجيه الحديده والصليف وراس عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الانسحاب تم الاعلان عنه البارحه من قبل الامم المتحده باعلان مفاجئ، اعلان غير 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 مرتب له، وانسحاب ايضا غير منطقي. نحن لم نتفق على هذا، والانسحاب ايضا له اجراءات، وفيه اجراءات وله اركان. انسحاب بدون رقيب او حسيب لن ينسحب، هذا عباره عن انسحاب وهمي، ينسحب الحوثي ويسلمها للحوثي لا غير.